في الدرس ده هنتكلم عن جزء مهم جدا، وهو لو انا بدأ عايز ابدأ بلوجر، اعمل قالب بلوجر من الصفر. يا ترى قالب بلوجر ده عبارة عن ايه؟ بيتكون من اجزاء ايه؟ مكوناته ايه؟ لازم افهم مكوناته قبل ما ابدأ امشي مع اي حد، زي الكورسات اللي بتتعمل ان انا اشوف اخش كده العب في الكود بتاع ال HTML، اعمل كوبي بيست. الكلام ده يعني كلام زي قلته، الكورسات اللي من النوعية دي، لأنها بتحطنا في إن إحنا بنقلد. والتقليد، طب ما ناخد بقى قالب جاهز أحسن، أو أشتري قالب ب100 جنيه ولا 150 جنيه وأبقى خلصت الموضوع ده. لكن إحنا عايزين نفهم الفلسفة بتاعت القالب ده شغال إزاي. القالب ده، القالب ده هو عبارة عن إحنا بنكتب موضوعات، الموضوعات دي بتتخزن في المنصة اللي اسمها بلوجر، بتتخزن بطريقة ما، وهو مديني مجموعة من القوالب جاهزة. والقالب ده ليه أقسام، ليه أقسام. فمثلا احنا عايزين نفهم ده، يعني نفهم مش نقلد. عشان كده أنا مجهز لك حبة حاجات نفهم بيها. أول حاجة، لو أنا دخلت كده على أنا عامل قالب اسمه تيست كده، ده شكل القالب اللي خدت قالب بسيط كده عملته سميته تيست. ده شكل القالب، اي قالب احنا بنكتب مواضيع فيه، المواضيع دي بتظهر، بتقسم القالب ده لاجزاء، جزء فوق كده اسمه هيدر، وجزء في الاخر خالص في اخر القالب اسمه فوتر، هنلاقيه في الاخر اللي هو مكتوب فيه الكلمتين الموجودين تحت دول. طبعا القالب ده عشان نكمنه قالب بسيط قوي، فبيجيب لي كل المواضيع للاخر، مش عايز يخلص يعني، كل ما هيقف كده المواضيع فيه مواضيع، فيجيب لي فوتر اللي هي المظهر بسيط كده، ده الفوتر. وده جزء المين الرئيسي اللي بنحط فيه الداتا بتاعتنا، اللي هو اللي بيتحط فيه المواضيع، اللي هو تحت الهيد ده، تحت الهيدر ده. وفي سايد، في جزء سايد، وده التقسيمه دي لو ما انا اخش كده الاقي فيه تخطيط، حاجه اسمها تخطيط، الاقي شكلها كده، حاجه اسمها هيدر اللي هو ده النيف بار ده، وهيدر تحتيه احنا خافيين دي، وهنا ده برضه جزء انا اقدر اضيف ادوات، يعني برضك التقسيم ده جزء كده موجود في احنا عايزين بقى نتكلم، نقول يعني التخطيط ده وايه فكر ايه فكرته ايه فكرته. فانا مجهز لك موضوع اهو، في يبقى انا عندي الجزء ده اللي هو التخطيط، وجزء اسمه المظهر. المظهر ده فيه اللغة اللي مكتوب فيها ال HTML. اول ما بفتح ال HTML ده بلاقي كود مكتوب، عايزين نفهم الكود ده مكتوب فيه ايه، نفهم، مش نفهم التفاصيل، نفهم الاجزاء بتاعته. مكتوب سطر في الاول كده، انا مجهز ده عشان يبقى كبير، الحاجات دي مطلعها يعني، فحطيتها في ملف وورد. في السطر ده، دي نسخة XML، ودي يعني المستخدمة في القالب، وهو غير مهم بالنسبة لنا احنا يعني. الكلام ده، الجزء ده يعني مش مهم قوي، يعني هنشرحه بالتفصيل بس في الاول مش مهم. بعد كده في جزء اسمه HTML، بيبدأ بإيه؟ بدوك تايب HTML، وده بيبدأ بكلمة HTML، بيبدأ HTML وينتهي HTML. جوه بقى المحتوى ده، هو اللي جوه المحتوى ده هو ده اللي بيظهر، يعني المحتوى ده بين ال HTML وآخر HTML دي، كل محتوى الصفحة كاملة موجود بين HTML دي و HTML دي. انا علشان افهم القالب ده كويس لازم ادرس كورسين مهمين جدا، كورس HTML وكورس كاسكاد ستايل شيت اللي هو CSS. الكورسين دول افهمهم، وطبعا في احنا هنعمل الكورسين دول في في كورس HTML موجود، وهنبدا احنا مش هناخدهم ككورسات كامله قوي، لان احنا بنعتبر احنا بنحط الشخص على بداية الطريق. يعني الموضوع ده في ناس عاملة بيه قوالب وبتبيعها وكده، محترمين يعني، حاجة محترمة جدا. بس انت عشان تعمل كده وتمشي في الاتجاه ده كحرفة او كمهنة، لازم تفهم HTML ولازم تفهم CSS. يبقى انا عندي اول ما بخش القالب بلاقي الاتنين دول. بعد كده في اول قسم بيقابلني جوه الجزء ده، حاجة اسمها الهيد. الهيد ده اكواد اخرى بين الهيد كده والباك سلاش هيد، والقسم ده يتم اضافة مجموعة من الاكواد لا تظهر على صفحة الويب، يعني حاجات كده اسمها
اعدادات اللي هي كاسكاد ستايل شيت اللي هي سي اس اس. زي ايه بقى؟ القيم اللي بنتحكم فيها في صفحة الويب، الالوان وحجم الخط والستايل والمينيوز والاشكال اللي بتحكم فيها في كل جزء موجود جوه صفحة الويب. يعني مثلا لو رجعت تاني للصفحة بتاعتي اللي هي تيست دي، يعني انا اللون ده اتحكم فيه، الشكل ده لما الماوس يقف كده على دول يظهر خط بس، في مدونات تاني لو انا دخلتها زي كده مثلا مختلفة، شكلها مختلف هنا. يعني مثلا مدونة زي دي مثلا على سبيل المثال، لو انا كبرت كده هلاقي ان الموضوع اتقسم اتنين، لو انا صغرت كده بقى الموضوع بقى واحد، وهنا في سايد بار دي مختلفة، والماوس لما يجي هنا يبقى ليها شادو، يقف كده يبقى ليها شادو. وهنا مثلا مين بيتحكم في الاشكال دي؟ حتى حجم الفونت في الجنب هنا، يعني مثلا في كل جزء من حجم الفونت هنا كبير، حجم الفونت هنا مثلا ده صغير، في العناوين حجم الفونت هنا صغير، المنيو هنا لما المؤشر بيقف عليه ما بتعملش اي تأثير. مين بقى الجزء اللي بيتحكم في السيتنج دي، الاظهار الشكل الجمالي للحاجة دي، اللي هو الجزء اللي محطوط بين الامرين اللي هما سكين بي سكين دي وبي سكين. بحط هنا بقى السي اس اس. السي اس اس بقى ده يعمل حاجات عجيبة جدا، تلاقي مثلا حاجات اخراجات بقى وانيميشن والوان وحاجات جامدة جدا في الجزء ده، اللي هو بيبدأ ببي سكين واحط حاجات هنا، احط الكود بتاعي. الهيد بحط فيه اكواد برضك، بين هنا اكواد من ضمنها الكود زي ما اتفقنا، ده قسم الهيد. يبقى جوه ال HTML في قسم، وفي قسم بقى البادي اللي بيحتوي على ايه. البادي ده بيحتوي على، يعني في قسم كده اسمه بادي، بيبدأ ببادي دي كده وبينتهي ببادي دي، وبيحتوي بالباك سلاش بادي ده، ويعني محتوي بقى على الويب الذي يظهر على المتصفح، بيحتوي على كل حاجة. لكن الجزء ده ما بيظهرش، الجزء ده السيتنج الشخص اللي هنسميه المبرمج بيكتبه، بياخد اجزاء جاهزه كتير يحطها، بس يكون فاهم هو بيعمل ايه، وفاهم ان الجزء ده ما بيظهرش، يعني لو كتبت فيه اي حاجه مش هتظهر على الصفحه، تاثيرها هيبان تاثيرها. لكن هنا البادي ده هو ده بقى محتوى الصفحه. يعني ايه البادي ده؟ البادي ده اول ما الاقي كلمه بادي دي هو ده الـ كل ده اسمه البادي، كل من اول الصفحه هنا لحد اخرها، لحد اخر الموقع ده كده للاخر كده لحد كلمة يتم تشغيل، ده اسمه البادي. اي حاجة بتتكتب في البادي بقى بتظهر. البادي ده متقسم فيه اجزاء، فيه حاجة زي كده في هيد، من هنا بقى يبدأ يظهر. يبقى احنا تاني الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها، الحاجات اللي احنا مجهزينها، قلنا ان الجزء اللي اسمه قلنا الدوكيمنت اتش تي ام ال، وده جواه الهيد، وبحط فيه السي اس اس اللي هم الاخراجات والالوان والانيميشن، وفي جزء اسمه البادي كل ما يظهر على الشاشه. ومش كده وبس، كل ما يتعلق بموقع الويب، يعني هنا كأن الحاجات اللي بتظهر هنا، هنا الاعدادات الاخراجيه بتاعتها في المنطقه دي، في هنا الاجزاء بقى دي. الاجزاء بقى اللي جوه البادي دي، في اول حاجه الهيدر، يبقى الهيدر حاجه والهيد حاجه، الهيد حاجه والهيدر حاجه. الهيد ده جواه السيتنج دي وجواه حاجات اخرى يعني، لكن البادي بقى جواه اول قسم الهيد، الهيدر. والقسم اللي اسمه هيدر ده هو القسم الاول الذي يظهر في اعلى، في الغالب يكون في شعار الموقع او المدونه. زي ايه مثلا؟ انا ادي مثال وبيبدا بكلمه كده ID header. لو احنا نسخنا دي ودورنا عليها، وانا هنا عامل مثال ظريف، يعني ايه هو ده؟ جيت هنا في تيست ده حطيت هنا فوق كلمة header دي، ده الهيدر ده. دورت على كده قلت لو عملت انسبكت كده اهو، ادي هو ادي الهيدر اهو، جيت فوقيه قمت كاتب كلمة هيدر دي، فطلع الخط اللي هو ظاهر قدامنا فوق ده مكتوب هيدر، وجيت تحتيه طبعا تحتيه فين؟ لحد كلمة ديف دي، أول كلمة ديف دي لحد كلمة ديف دي، أو حتى ما وقفت كده بالمؤشر عمل خط بين أوله وآخره، وآخره قمت كاتب برضه كلمة هيدر، فظهر السطر اللي علامات الناقص دي وهيدر، وعلامات الزائد دي وهيدر. طب نفذنا ده إزاي؟ خدت كلمة هيدر اللي هي دي من هنا،
هيدر، بس هي هنا معمولة كوتيشن. انا بقى اكتب لك في السيتنج اللي مشروح في الوورد هنا الاسم الحقيقي اللي بيبان في الهيدر اللي هو كوت واحدة بس. اخد دي كده اهو واعمل لها كوبي، وانا مجهزها لك هنا في ملف بسيط اللي هي دي عشان تبقى باينة. اعمل لها كوبي واخش على القالب نفسه بتاع القالب بتاعي ده اللي هو ده في الجزء ده، واكتب هنا الهيدر دي، ادوس على كنترول اف لوحة المفاتيح، وبعدين هتتفتح قائمة السيرش دي، او معامل بيست للحاجة دي وادوس انتر. لما هدوس انتر هروح في هيجيب لي اي دي هيدر اللي هو بي، بتبدأ بكلمة بي سيكشن زي ما احنا شارحين في ملف الوورد، بي سيكشن وتنتهي ببي سيكشن، يبقى الهيدر والاي دي بتاعها اسمه اي هيدر. جيت انا قبليه قمت كاتب السطر ده وعملت سيف، وجيت تحتيه، وطبعا بعدين طبعا انا ممكن امسح دلوقتي كلمة هيدر دي كده من هنا، وامسح كلمة هيدر دي من هنا، واسيب مسافة بس كده عشان ابين ان انا ايه، واعمل حفظ. بعد ما اعمل حفظ هروح على والبوتون ده يختفي كده، اعمل كده اعمل ريلود او ريفريش، الاقي فعلا في مسافة صغيرة هنا وفي مسافة صغيرة هنا وخلاص على كده، والخطوط دي ظهرت. طب انا عايز كمان اعمل الموضوع ده في الجزء ده، اعرف ده الجزء ده اعرف اسمه منين، اعمل رايت كليك كده واقول له انسبكت. طب اطلع كده عند ادور على بي سيكشن بي اهو ديف، افضل ماشي كده لحد ما الاقي هو الجزء ده، كولوم رايت اوتر. طب اشوف التاني ده، خرجت عن نطاق كده اهو، ده الاسم بتاعه كولوم رايت ايه انر، وكولوم رايت اوتر اهو برضك ده لسه انا جواه، واقعد استكشف كده هو بيكتب لي بيظلل لي الجزء اللي انا ايه عايزه. وبهنا كاتب لي سايد بار سيكشن، لو وقفت عليه برضك اهو ده السايد بار سيكشن. طب هل ينفع اكتب كلمه جواه ادور عليه؟ نشوف. احنا هنعيد تاني الحته دي ان احنا عشان بس الناس تركز معانا في الجزئيه دي، لانها فيها جزء يعني انا دلوقتي عايز اوصل بعمل انسبكت للجزء ده. فانا هاجي هنا عندي الاجزاء اهي، انا مش عارف انهي جزء، بس انا خدت الاسم بتاعه، هو فعلا اسمه سايد بار رايت، بس افضل طالع كده طالع اهو في كولوم رايت اوتر وكولوم رايت. انا دلوقتي لو خدت كولوم رايت اوتر او انر الاسم ده وعملت بحث بيه اهو، هنشوف كده هيحصل ايه اهو، كولوم رايت اوتر وكولوم رايت انر. لو جيت هنا في انر طبعا هجرب احط سطور هنا واجرب احط سطور هنا واسجل، انا كده اخترت بعد اوتر عشان ما يجيليش في اي حتة تاني. وبعدين انا ممكن احط اشوف ايه اللي حصل بعد ما سجلت كده ريلود، من حظي ان طلع مظبوط المكان ده، يبقى انا بعرف كل منطقة فين. طب انا هرجع تاني واحط الانر ده، احط خط تاني بس علامات زائد قليلة كده حفظ، اعمل ريلود، اقفل كده، اختفى. يعني ده بقى انر ده بوظ الدنيا، بوظ لي يعني حبة سطور صغيرين كده بوظوا لي شكل القالب خالص. تخيلوا بقى وسطور راحت شمال وسطور راحت لمين، لاني طبعا هو طبعا انا مش اللي مصمم القالب، القالب ده اللي عاملاه طبعا بلوجر نفسها، فطبعا اي حاجة بعملها ببقى واخد بالي ان انا حاطط في المكان المظبوط، انا كده حاطط في حتة يعني ممنوعة يعني بوظت الدنيا. فانا بستكشف القالب اللي قدامي استكشفه، انا فكرة الاستكشاف دي الطريقة. ريلود كده تاني، رجع لي اهو الخطوط بتاعتي زي ما كانت اللي انا عاملها. يعني انا لما ببدأ استكشف اي قالب عايز اشوف انا فين بالظبط من الاماكن دي ببدأ اعمل اللي انا بعمله ده. طبعا عايز اشوف في الجزء ده اللي هو اسمه الجزء اللي اسمه المين انسبكت،
اطلع كده اهو، اسمه انر مين، هو ده اللي انا عايزه، اللي انا بدور عليه، ريجون انر مين. هو مدي له الاسم، مدي الاسم بتاعه اهو، يعني الشخص اللي عامل، اللي عامل ديزاين مدي اسماء. احنا في الاسماء اللي هي الجنرال بتاعتنا، مش يعني الحاجات العامة، مش عاملين الاسماء دي، احنا بندور على الاسماء دي من انسبكت دي، بعرف هو مسمي ايه. انا مش عارف هو عامل الديزاين ده مسمي الاجزاء بتاعته دي ايه. فوصلت للجزء ده، ممكن انا هنا برضك اعمل حبة سطور علامات كده واعمل حفظ واشوف هيحصل ايه. وارد طبعا ما يحصلش اي اللي انا، وارد ما يحصلش، وارد يحصل، لازم ابقى انا متوقع. اهي لا جه هنا، جه في الناحيه دي، ما هو ده اعتبر ان الجزء الشرط دي، انا لو كملت الشرط دي العلامات دي هتيجي للاخر. طب نشوف يعني ايه لو كملت العلامات دي كده وعملت حفظ وجيت هنا، هيكملوا، هيكمل اكيد، هكملت، لان هو معتبر ان الجزء ده كله مع بعضيه، وبعدين جوه الجزء ده متقسم، مقسم دي ومقسم دي. يبقى انا لو عايز اكتب كلمة هنا اقدر اكتب، لو بس مش هو ده طبعا الهدف. الهدف ان انا عايز اقول ايه، ارجع تاني للملف الوورد اللي بيشرح بطريقة محترمة جدا، اللي انا عندي اول حاجة جوه البادي فيه الهيدر، بيبدأ ببي سيكشن ده. طب انا لو عايز اضيف جزء جوه البادي تاني، يعني طب انا الجزء ده فين بالظبط؟ تعال اهو، احنا لما نرجع تاني لملف البلوجر بتاعنا في التخطيط، هنلاقي ان انا عندي الهيدر اهو في رأس الصفحة، اعمل تعديل كده ليه، هو بيقول لي ان انا في هنا مثلا ممكن اكتب اي كلمة، مثلا اكتب كلمة تيست دي اللي ظاهرة غيرها، يعني كلمة تيست اهي، تيست كذا كذا كذا، يعني اي حاجة يعني. بس حفظ وحفظ الترتيب ده، فانا لما اجي دلوقتي اعمل ريلود للكلام ده، يبقى انا في منطقة الهيدر دي غيرت الكلام ده. طب انا لو عايز اضيف في الهيدر ده جزء تاني، بلوك كده، جزئية تظهر في التخطيط هنا، يعني كمان الكود بتاع ال HTML بيعمل حاجتين، بيعمل اللي هيظهر في المدونة اللي هو الكلام ده، الكود، الكود اللي موجود بين HTML اللي هو من اول كلمة body لحد الاخر، بيعمل لي المحتوى ده، وبيعمل حاجة تانية، بيعمل المحتوى ده، بيعمل ده كمان. عشان كده القوالب الجاهزة اللي بتتباع اللي الناس عاملاها، بنلاقي الانترفيس ده هو جزء من التصفيه، ناس حاطة فيه الوان بقى، وفي ناس حاطة فيه مش عارف ايه، والتقسيم اللي هو عايزه يعني. اذا انا الكود بتاعي اللي من اول بادي لحد الاخر نتيجة تنفيذه بيظهر الناتج ده، وبيظهر الناتج ده، يبقى ده كمان من ضمن الكود، التقسيمة والتخطيط ده بيظهر الكود اللي بيعمله. يبقى أنا وانا بقى لما باجي اكمل على المحتوى بتاعي بضيف ادوات هنا، الادوات اللي موجودة، اضافة اداة، اضافة، تبدأ يظهر، يظهروا ضمن المحتوى. احنا هنعمل مثال صغير، ان انا عايز اضيف قسم كده بالكود، اكتب جوه ال HTML واضيف جوه ادوات، هنعملها دي دلوقتي، تابع معانا.